بكم أعزائي المشاهدين، النهاردة هنلعب لعبة حلوة جدا، لعبة كورة يعني. بس يلا بقى خلاص بطلنا كلام علشان نبدأ. يا راجل يلا 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 ايوه تمام يا راجل ايوه يا يا أخي الله يلا ايوه يا راجل حلو 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 انت يا راجل حرام عليك يا ياه حلو 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 قوي يا راجل حرام عليك يا اخي كنا خلاص خلاص يا اخي ايوه الله ايوه ايوه كده حلو لا 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 ايوه حلو
العظيم لا كنا خلاص انا وصلت. يا راجل يا راجل حرام عليك. ايوه ازاي 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 يا راجل يا اخي يا عم ده لا لا والله ما ينفع يا راجل يا اخي يا عم ده يا ويعرف ان راح مني جوه الاحمر يكسرني يا راجل ايه النقطة طيب يا اخي يا بصوا شفتكوا اول ما عرفوا ان انا جاي يجروا لي واحد على طول يعرف خلاص اتقل ايه ده ايه ده ايه العظم ده Ha ha ha.
كنا خلاص. ده بس الموسم اللي احنا هنلعبه النهارده يا جماعة، عشان ده موسم صعب جدا، لو قعدنا فيه ساعة نقعد نجيب بس خلاص النهارده. يا راجل مصنوع يا اخي. يلا بقى يلا بقى. الله خلاص كده يا جماعه انتهت حلقتنا النهارده. الى اللقاء في حلقه جديده من قناه عبد الرحمن. نتمنى منكم ايه 3000 لايك.